مرحبا، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأربعاء 24 الأول، وبحلقتنا ابتكار لبناني جديد بعالم تقنيات الإضاءة بيسجله واحد من أبناء مدينة صيدا. مهرجان فنون الشارع بنسخته الخامسة وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن دكتور وليد علمي، طبيب قلب وشريين، ومعه بنحكي عن مشروع مسيرة وطن وأهدافه. وأيضا رح نستقبل نور غضبان، طالبة دكتوراه بهندسة الحسابات، والمهندسة بسمة مصطفى، ومعهم رح نحكي عن جائزة وومن ان ساينس من قبل لوريال فاونديشن باليونسكو، وأكيد نشاطاتهم بدعم دور المرأة بالحقل العلمي. هذا ملخص عن الحلقة، ومن مصلحة الأرصال الجوية معنا مدام منى عمر العزي على الخط لناخذ فكرة معها كيف رح بيكون الطقس هالكم يوم. مرحبا. أهلا صباح النور. تفضلي مدام. اليوم رح يكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. نعم. بكرة الخميس كمان رح يكون غائم جزئيا، ما في تغيير بدرجات الحرارة خلال النهار، بس ابتداء من بعد الظهر بكرة رح يكون عنا انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات. بصير في احتمال لأمطار متفرقة بالفترة المسائية، ممكن تكون غزيرة أحيانا ببعض المناطق. هيدا ابتداء من أي ساعة بكرة؟ بكرة بالليل. أوكي. هلا انخفاض ابتداء من بعد الظهر، وبتغير الجو شوي هيك، بصير بتكيسفوا الغيوم يعني. نعم، بنكون غفينا يعني. ايه بس من في الصبح ممكن نشوف شوي. يسوع ما تقولي لي هيك. الجمعة الصبح هيك احتمال خاصة صوب الشمال. رح بكفي للجمعة الصبح. خاصة صوب الشمال الجمعة. اوكي. وبكون اغلب الوقت الجمعة غائم جزئيا يعني، درجة الحرارة ما في تغيير عليها. اوكي. نهار الجمعة. بالويكند؟ مبدئيا برجع بيستقر الطقس. اوكي. من بعدها مهم. ايه هيك بنكسرها وبنجبرها يعني. صحيح. اوكي. درجة الحرارة اليوم مع السحل بين 19 و31 على المرتفعات من 14 ل 24 وبالبقعة من 13 ل 28. رياح غربية لشمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر. الرطوبة على السحل بين 45 و70%. نعم. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة المي 27 درجة. اوكي. هذا أهم شيء. عظيم. مرسي. نبقى بناخد فكرة أكثر عن الويك أند باتصالنا بكرة. يعطيك العافية، شكرا لك. عن جوال وعناويننا الصحف. مرحبا جوال. صباح الخير لك جوال ولكل اللي عم يتابعونا. جولة على الصحف الصادرة لليوم 24 الأول. البداية من النهار، بحر لبنان يختنق بالبلاستيك والنفايات السامة، وبرافق هالعنوان صورة إذا فينا نقولها كارثية، وهي عم نشوف لصياد عند الشاطئ البيروتي وهو عم بفتش عن أسماك وسط النفايات المجمعة بالبحر. وأيضا عناوين أخرى متصلة بها الصورة، أفاز أطلق تعريضة ترفعها إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على لبنان، أسئلة متجددة عن النفايات السامة في مكب برج حمود. بالعناوين الأخرى، غياب سعيد الأسعد رجل القيم والمبادئ، كردستان تمضي في الانفصال وبغداد تفرض عقوبات مالية، المحققون يتحرون دوافع منفذ مجزرة لاس فيغاس، وترامب يصفه بأنه مريض، إسرائيل طابور من دول العالم يغازل الأسد، الحكومة تؤجل دفع الرواتب الجديدة، واتفاق ليلي على التشكيلات القضائية. وبختم بقلم سمير عطلة، حق الاحتفال. من النهار إلى الحياة، العبادي يقترح إدارة مشتركة لكركوك، رحيل طالبان إطفاء الحرائق إطفائي الحرائق واتساع الخلاف الكردي حول الانفصال، بوتين يرى ظروفا مناسبة لإنهاء الصراع في سوريا، لباقة مصرية لمصالحة فتح وحماس، وختاما بالحياة، أمير قطر مرتاح إلى مواقف إيران. من الحياة إلى المستقبل، صيدا تستنفر لنزع سلاح سرايا المولدات بعدما اجتازت قطوع جريمة حي البراد وتفاعلاتها، مجلس القضاء أقر التشكيلات ومجلس الوزراء الجمعة، الوفاق الفلسطيني ينطلق تبنى مصري وترحيب سعودي،
الملك سلمان: نتطلع لتطوير العلاقات خلال زيارة روسيا. وبالعناوين الأخرى: سفاح لاس فيغاس مقامر محترف. ختاما بالمستقبل: إسرائيل تهلل لانتصار الأسد. تابع جولتنا مع عناوين الأنوار: المشروع الحكومي لتأخير السلسلة يهدد بإضرابات نقابية وعمالية. رحيل سعيد الأسعد: الدبلوماسي المثالي والوطني المكافح. الجيش يوقف المتورطين بليلة الحرائق والرصاص في صيدا. هزة أرضية خفيفة في بعلبك. مرتكب مجزرة لاس فيغاس ترك 42 سلاحا حربيا. أيضا بالأنوار: بغداد توقف التعاملات المالية مع إقليم كردستان. موفد السيسي يشارك باجتماعات المصالحة الفلسطينية في غزة. وختاما كتب رفيق خوري ضمن افتتاحية الأنوار: الدستور ولوبي السلاح، من يجرؤ على التحدي؟ من الأنوار إلى اللواء: التفاهم السياسي يفرج عن التشكيلات القضائية. مجلس الوزراء الجمعة والحكومة تطلب تأخير تنفيذ السلسلة. قمة الملك سلمان بوتين غدا، اتفاقيات ثنائية وأزمات المنطقة الساخنة. أيضا باللواء: السيسي دعم مصر مستمر، نتنياهو: لن نقبل بمصالحة زائفة. حكومة الوفاق تستهل تسلم مهامها بعقد أول اجتماع في غزة. وختاما كتب فؤاد مطر ضمن افتتاحية اللواء: من التعسير وخيباته إلى التيسير وعوائده. تابع جولتنا مع عناوين البلد: لبنان أسير الهزات والسلسلة إلى تأجيل بطلب حكومي. الزعيم الكردي السابق جلال طالباني يرحل. غارات التحالف الدولي تستهدف المدنيين في الرقة. وختاما بالبلد: إطلاق برنامج التربية المدنية في الروح القدس. بترجمة العناوين صحيفة ديلي ستار: الاختراق يصل إلى التعيينات القضائية. السلطات في حيرة أمام المجزرة في لاس فيغاس. تابع مع الصحف الأجنبية وبترجم العناوين صحيفة لوريون لوجور: كاتالونيا، ملك إسبانيا يقرع جرس انتهاء الفرصة. سلسلة الرتب من جديد، هل طهران شريك للدوحة؟ وختاما تحية خاصة لسمير فرنجي بمعرض الكتاب الفرانكوفوني. بالعودة إلى الصحف العربية بتابع مع عناوين الشرق: 160 مطلوبا في عين الحلوي، أمامهم ثلاثة خيارات، الموازنة والمشاريع والضرائب إلى الأسبوع المقبل. كارلوس غصن ينصح عالم الأعمال بالتواصل. أيضا بالشرق: تنسيق عراقي تركي إيراني ضد كردستان. الجراح: حلينا مشاكل الانترنت العالقة. وكتب عون الكعكي ضمن رأي الشرق: الطبيب الزعيم النائب السفير سعيد الأسعد في ذمة الله. من الشرق إلى الشرق الأوسط: لافروف للشرق الأوسط، زيارة الملك سلمان منعطف ثنائي وإقليمي. رأى أن وفد الهيئة العليا السورية قد يصبح شريكا منصفا في مفاوضات جنيف. رحيل مام جلال أول رئيس كردي للعراق. اجتماع الحكومة في غزة يرحل العقد إلى القاهرة. وختاما بالشرق الأوسط: سباق روسي أمريكي إلى الحدود السورية العراقية. ختام جولتنا مثل العادة مع عناوين صحيفة الجمهورية: الحكومة تطلب تأخير السلسلة، هو العنوان الرئيسي لليوم بالجمهورية. وبالعناوين الأخرى: الانتخابات الطالبية تنطلق والمعركة بين 8 و14 أذار. وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم بالجمهورية يلي حملت عنوان: تصعيد ضد إجراءات مدريد. مع هالصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. بريك أول بحلقتنا من بعد مواعيد ثقافية وفنية مع جوال.